جدا. بنتكلم عن نجم يعني كل الناس أشادت بيه، مش بس الناس اللي كانت بتحب إن هي تتفرج على أعماله أو جمهوره، ولكن كمان الناس اللي كانت شغالة معاه. تقريبا مفيش حد ما قالش كلمة كويسة على أحمد زكي سواء كان يعرفه أو لأ. حوالي 14 سنة مرت على رحيل النجم أحمد زكي، ولحد دلوقتي لسه بنفتكره، لسه كلنا لما بنشوف أي مقطع ليه أو أي صورة ليه بنتأثر، كلنا بنترحم عليه، كلنا ما بنصدق إن احنا أي ذكرى كده سواء ذكرى ميلاده أو وفاته عشان بس نفتكره ونفكر السادة المشاهدين بيه. بالظبط يا كان نور، فنان عبقري. طبعا مش محتاجه كلام. بص يا جماعه، الموضوع هنبداه معاكم كده يعني باشاده زملائه. يعني طبعا كلهم كمان كانوا فنانين كبار وفنانين كمان اشادوا جدا بادوار احمد زكي وقالوا عليه ان هو فنان عظيم زي النجم الراحل فاروق الفيشاوي وكمان النجم الراحل عمر الشريف. ومش بس كده، لا كمان النجوم العالميين، يعني مثلا عندنا روبرت دينيرو مثلا قال عليه برضو ان هو يعني مدرسة لوحده في التمثيل لما شافه في فيلم طبعا اللي قدم فيه كان ضابط شرطة وخرج على المعاش، كانت زوجة رجل مهم، وقال ان الراجل ده ازاي يعني عمل الدور بالطريقة دي. وطبعا لما يكون كمان عندنا فنانين عرب وفنانين مصريين بحجم عمر الشريف وبحجم كمان فاروق الفيشاوي وعادل امام طبعا الزعيم يتكلموا على احمد زكي ويقولوا عليه ان هو كان فنان ملوش مثيل، فنان مختلف، وهو يعني في جيلهم وهم كلهم يعتبروا يعني في سن بعض، فده طبعا بيحسب لاحمد زكي ان هو فعلا كان مختلف، ان هو الراجل ده كان ليه بصمه وكان ليه مدرسه مختلفه يمكن عن كل الفنانين اللي موجودين او الراحلين، يعني ان هو عنده مدرسه التقمص. صح، دايما كان هو المدرسه دي هو اللي مختلف بيها عن كل الفنانين، ان هو دايما الدور بيعمله يعني على اكمل وجه بالزبط. وفعلا تحس ان هو الشخصيه الحقيقيه ده للدور ده. ده حقيقي. يمكن برضو الجملة الشهيرة اللي قالها عمر الشريف انه احمد زكي كان زمانه فنان عالمي او وصل للعالمية لولا بس عدم اتقانه الجيد للغة الانجليزية. كمان احمد زكي هو بيعتبر قدوة مش بس للجيل الجديد او للممثلين الجداد اللي موجودين حاليا، ولكن زي ما قال فاروق هو كان قدوة حتى للناس اللي في جيله. من اكتر الحاجات اللي كان بتخليه متميز هو فعلا تقمصه، وهتلاقوا دايما ان كل دور هو بيقدمه بيكون مختلف. يعني لو قدم مثلا دور ضابط شرطة فيلم، هتلاقيه لو عمله فيلم تاني هو بيعمله بشكل مختلف تماماً. بيوصل الشخصية بأكتر من طريقة، وتحسه فعلا هو بيقعد يذاكر. هو واحد لا مش بس بيذاكر، هو بيعيش جوه الحالة دي، هو الشخصية دي هو الشخصية دي بالظبط.